مستوى العالم والسلسلة اللي كانت جيزة في أبكي سابقا في الشهر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة وأساتذتي الكرام، دفعتني الغيرة الإسلامية والحمية الدينية والحرارة الإيمانية على أن أسلط الضوء على ما يحدث في سوريا وفلسطين من محن وفتن وظروف وأوضاع. إخواني أسألكم سؤالا، أين تلك الغيرة التي أجبرت خالد بن وليد على فتح الشام ونشر العدل فيها وبدء الأمن والسلام والقوامون؟ أين تلك الحنية التي أجبرت محمد بن قاسم على فتح الهند والسند؟ أين تلك الحرارة الإيمانية التي أجبرت عمرو بن عاص على فتح مصر والمغرب؟ إخواني أنا الآن أدعوكم إلى الإسلام من جديد، وأذكركم بتلك الآية التي قال الله تعالى فيها: وعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط تريبون به عدو الله وعدوكم. وأنا الآن أعلن بكل صراحة وصرامة أن سوريا وفلسطين تحتاجان إلى المواساة والمحبة والأخوة والتعاون. وأنا عضو من أعضاء أيهد الطلبة للتعاون من رصيف الجامعة المستسوى إلى المستسوى العالمي على المستوى العالمي، التي تقدم إلى أطفال سوريا ونساء سوريا وشيوخ سوريا وشباب سوريا الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية. والذي يريد منكم أن يقدم دعما ماليا وسلاحيا فليتصل بنا للمزيد من التواصل والاستثمار على هذا الرقم. ومع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها